ورجعنا لكم بعد الفاصل. ودايما بنكلمكم على اعمال الخير وقد ايه دي حاجه بتبقى بتبني مجتمعنا. وطبعا معانا مشرفنا ومنورنا الاستاذ خالد عبد الفتاح ابو سريع، وهو رئيس مجلس اداره لجمعيتين خيريتين وهي شمس وبنات المستقبل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك دايما مشرفنا ومنور. ربنا يخليك يا سميرة، بشكرك على كده تاني مره. ربنا يكرمك. بما ان حضرتك كادر حزبي كبير، نعم، في حزب حماة الوطن بأطفيح، نعم، عايز أكلمك عن، إحنا دايما بنعمل سلسلة جبر الخواطر، تمام، فبما إن حضرتك بتحب عمل الخير عايز أكلمك عن المؤتمر اللي كان عامله الرئيس، نعم، وكان جبر بخاطر بنت عندها إعاقة، تمام، اللي هي اللي غنت وغنت قليل قوي، لما نلاقي رئيس طلع، نعم، وخدها من إيديها ونزلها منتهى جبر الخاطر، نعم. فعايزه حضرتك تكلمني عن جبر الخاطر وعن اعمال الجمعيه اللي حضرتك جايب لنا صورها النهارده. ان انا احنا قلنا قبل كده حضرتك ان جبر الخاطر جايه من اسم الله الجبار، من اسماء صحيح. الله الحسنى. صحيح. وقلنا ان سبحان الله موضوع الـ 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 الخيره، فهي الخيره من الله سبحانه وتعالى ان يختارك للعمل ده. حتى كانت في مقوله حلوه قوي اللي هي لا تحتسب ان نفسك هي التي ساقتك الى فعل الخير. صحيح. ولكن الله احبك الله. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى بيحبك صحيح لفعل هذا الخير، فالانسان بقى يتمسك صحيح، يتمسك بحب الله صحيح. هو انت هتفوز باكتر من حب الله؟ صحيح. في جايزه انت تقدر تفوز بيها في حياتك اكتر من حب الله؟ فهي دي الخيريه، ان ربنا سبحانه وتعالى يختارك من بين ملايين، من بين مليارات البشر لقضاء ولو حاجه لعباده. صحيح. وتحضرني هنا ان الخلق هم عباد العباد الله، هم اولاد الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. واقربهم الى الله سبحانه وتعالى هم ارأفهم بعباده. صحيح. صحيح. هم ارأفهم بعباده، يعني طول ما انت رؤوف على عباد ربنا سبحانه وتعالى انت اقرب الى الله سبحانه وتعالى. هو لين القلب دايما ده رزق من المولى عز وجل. القلب هو المضغه. هو اساس كل شيء، اللي بيحرك الاله اللي فيها الانسان. صحيح. هو اللي بيحرك. وطالما يعني حتى تحضرنا هنا المقوله واستفتوا قلبك ولم افتوك، هو اللي بينور لك جميع الطرق. صحيح. هو اللي بيثبت لك اذا كنت انت صح او اذا كنت انت ماشي في طريق الغلط. طيب بما انك حضرتك يعني الجمعيه الخيريه ليها باع كبير في موضوع الخير، انا نعم. كنت عايزه حضرتك تقول لنا بقى لو تحب نعرض دلوقتي الصور ونتكلم عنها. انا قلت لك الحلقه اللي فاتت احنا لما بدانا الجمعيه انا والشباب اللي معايا. أيوة. شباب القريه الله خير. يعني ربنا يجزيهم خير كل خير. كنا بدانا بمشروع ان احنا اشترينا عربيه لكسح المياه دي ان شاء الله لظروف اهل القريه. فانت النهارده مع تطور الوقت ومع اللي حاصل في الاسهار خلينا نتكلم الاول، الناس مش عارفه الموضوع، هو نعم. في ميه مغرقه قريه جوفيه طلعت من سنه 90، والميه دي مش طلعت في قريه مسجد نوده بس، طلعت في البرومبل، طلعت في نزل الترجم، طلعت في سول، طلعت في اطفيه، طلع في جميع القرى. ايوه صحيح. احنا الحمد لله رب العالمين ربنا اكرمنا بمشاريع الصرف الصحي، ولكن هناك معوقات. عندي معوقات رهيبه جدا، عندي معوقات اللي هي نسبه ارتفاع المياه الجوفيه دي نسبه عاليه جدا. انا عندي النهارده لو المخرج اتفضل ينزل لنا الصور وحضرتك تشاهدي حاجه، الناس تركت البيوت. حضرتك كنت قلت لي المياه مغرقه البيوت. الناس تماما تركت البيوت. طب ممكن من فضلكم بس ننزل الصور؟ يعني الناس تركت البيوت دلوقتي ومش عارفين يروحوا فين. انا باتصالي النهارده مع شخصيه عزيزه على قلبي وهو الاستاذ محمود ابو ليسي ومعايا في جمعيه شمس الحريه. ايوه. بقول له في ايه؟ الدنيا بايظه ليه؟ قال لي انا قابلت المهندس بتاع الشركه اللي بتنفذ الصرف الصحي وقال لي انا عايز اعمل او اخد مكان في البلد اقدر اطرد فيه الميه زي اللي احنا شايفينه ده دلوقتي. اتفضل. دي ميه مغرقه دي ميه الدنيا. دي ميه في قلب بيوت، ده السلم لو رجع سياده المخرج ممكن بس من فضلك. ايوه ده السلم اللي بيطلع على فوق، ده السلم اللي في اخر الصوره، ده سلم وده متغرق للدرجه دي للدرجه لاكتر من كده. تحاول ولا قوه الا بالله. يغير تاني واتفرجي على ده، حاطط دبس في وسط البيت عشان يوصل للاوضه اللي هو هيقعد فيها. هيروح فين؟ تحاول ولا قوه الا بالله. هيروح فين؟
وده عمود نور اللي باين ده. لا ده عمود حاطه في البيت عشان يسند عليه، لان العراش اللي على البيت وقعت بنفس. شايفه حضرتك في اخر الصوره في صف كده معمول بالحجر في خوص كده، بالخوص عشان يلاقي حته ناشفه يقعد فيها. لا حول ولا قوه الا بالله. فاحنا احنا يعني الموضوع بيسوء. هما ازاي يعني كل ده يجيب امراض بيسوق. يعني الكلام ده يجيب امراض وامراض صدريه. ما انا قلت لحضرتك المره اللي فاتت انا نفسي اعمل عندي في البلد مستشفى الغسيل الكلوي او وحده غسيل كلوي. ده بسبب بارتفاع نسبه اللي حاصل ده. هي الميه الجوفيه هم بيشربوا منها مش الميه العاديه. لا احنا بنشرب ميه عذبه حلو مفيش مشكله، ولكن من ساعه الزلزال اللي حصل في دي. احنا بلدنا صخر والبلاد اللي على طريقنا احنا او على الاتجاه بتاعنا احنا دي صخر. فحصل في الزلزال سنه 90 ان الارض دي معظمها حصل لها يعني زي الجيوب اللي فيها تفتحت. فاصبحت دلوقتي خلاص مع السنين ومع التطور زاد الماء الارضي وارتفعت المياه الجوفيه. طيب بالنسبه للحاجات دي حضرتك يعني ايه المطلوب؟ المطلوب دلوقتي انا النهارده يعني كنت بناشد سيد رئيس مجلس مدينه اطفيح، وكنت هتصل النهارده بالسيد الاستاذ سمير رئيس الوحده المحليه عندنا في سول عشان نلاقي مكان. وانا بتقدم للاستاذ سمير في عزاء والده وبقول له البقاء لله، ان نلاقي مكان المقاول عايز يشفط الميه دي ويعمل لها عمليه شفط وطرد عشان يقدر ينزل بالحفارات بتاعته ويسرع من عمليه الحفر عشان يبدا ينزل. اذا كان هيعمل مطابق، اذا كان هيعمل احلال وتجديد، اذا كان هينزل بالمسير بتاعته عشان ننتهي من الموضوع ده. سيادتك احنا من سنه 90 وفي قامات اتكلموا في الموضوع قبليه كتير، يحضرني منهم ناس كتير جدا اتكلموا في الموضوع ومشينا في الموضوع، والموضوع بقى مش على مستوى خالد او مستوى مسجد موسى، لا على مستوى المركز. النهارده سياده الرئيس في التوصيات اللي قال عليها النهارده اللي هي القرى الاكثر احتياج عشان حياه كريمه. صحيح. فناخد من 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 مبادره سياده الرئيس ومن توصيه سياده الرئيس وبناشد المسؤولين يا جماعه الخير اتحركوا. صحيح. احنا مش هنفضل كده. حتى لو مش جماعه الخير، اي حد بيتفرج علينا، اي حد حابب اللي هو يساعد الناس دي ويتبرع، احنا حاطين ارقام تليفونات الجمعيه. من فضلكم اللي حابب يساعد حد فعلا محتاج المساعده، الميه مغرقه بيوتهم، صدرهم والكلى عندهم باظت. يعني هم محتاجين فعلا المساعده. فمن فضلكم اللي حابب يتصل على البرنامج معاكم الارقام يا جماعه، نزلهم من فضلكم ارقام البرنامج. اللي عاوز ارقام الجمعيه برضه موجوده على الشاشه. شكرا جزيلا، موجوده على الشاشه دلوقتي. فاحنا بنناشد الدنيا كلها وبنناشد المسؤولين وبنقول يا جماعه اتحركوا معانا. يعني عايزين الـ 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 من اول حلوان لغايه القريمات الناس تبدا تبص لنا. احنا عندنا ظهير صحراوي من بدايه الطريق الحر الجديد بتاع الجيش لغايه الكريمات، ده كله ظهير صحراوي. طيب عندي مناطق تنفع، مناطق صناعيه رهيبه جدا، مناطق صناعيه زي منطقه عرب وساعد، زي منطقه الكريمات. منطقه الكريمات محور وفيها اكبر محطتين كهرباء تم انشائها ومش مستغله. ومش مستغل المنطقه والناس حتى شغاله بشغل الوضع اليد واللي باني واللي عامل. يا جماعه الخير عايز اتحرك. ايوه عايزين نتحرك. انا عندي كميه شباب وكميه ايدي عامله رهيبه جدا. انا هخف الضغط عن المدينه وعن القاهره. طيب. الناس دي لو اشتغلت الموضوع هيختلف معانا يا جماعه. حضرتك كادر حزبي. نعم. في حماه الوطن. نعم. حماه الوطن ليه ما غيروش فكر الناس بالنسبه يعني ما قدموش طلبات للحكومه او يعني عملوا اي شكل من الاشكال؟ احنا بالنسبه كحزب حماه الوطن انا يعني احنا لسه الامانه مفتوحه قريب جدا من 5 6 شهور في اطفيح. دي كانت البدايه بفضل الله سبحانه وتعالى، وبدانا العمل وبدانا دلوقتي بنعمل الملفات بتاعتنا اللي هنقدمها لامانه الجيزه. حضرتك متمثله ناشط جدا صحيح؟ نعم. متمثله في الدكتور المهندس عبد السميع وامين التنظيم بتاعنا خالد ابو سعود. أيوه. والناس دي احنا انا بجهز لهم الملفات بتاعتي دي كلها. سواء موضوع المعهد الديني اللي قلت لحضرتك، سواء موضوع الصرف الصحي، سواء موضوع الظهير الصحراوي والتوجه
بناء على تعليمات السيد الرئيس. انا ما بتكلمش حاجه من عندي. السيد الرئيس النهارده مبادره حياه كريمه للقرى الاكثر احتياج، ما فيش اكتر من كده اكثر احتياج. صحيح. على الوضع اللي انت حضرتك شفتيه ده ما فيش اكتر من كده اكثر احتياج. ممكن نجهز الصور تاني يا جماعه نشوفها؟ يعني احنا النهارده بنقول يا جماعه لا، في ناس سابت بيوتها. انا 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 مش عارف يروحوا فين، مش عارف مش عارفين يعملوا ايه. لا والامراض، يعني انا لما حضرتك قلت لي المره اللي فاتت الفشل الكلوي، انا ما تخيلتش المنظر بالشكل لا المنظر فعلا كده. انا عندي المنطقه من عند مسجد آلا كاسب ولغايه الجبل، المنطقه دي بايظه جدا. عند المنطقه البحريه اللي هي قريبه من الجبانه بايظه جدا. طب تكلفه الكاسحات او الحاجات اللي ممكن النهارده يعني انا كد يعني مش قادر اقول لحضرتك. نقله الكاسحه بتتكلف النهارده في المتوسط 70 جنيه. طب يوميه العامل كام؟ يعني في اليوم تتكلف كام بالشكل اللي احنا شايفينه على الشاشه ده؟ يعني النقله الواحده بقول لحضرتك ب 70 جنيه، ده غير العامل. ده النقله 70 جنيه هي بالعامل بكله. انا بقول انا كراجل بقى على قدي وعندي بيتي كده، وانا راجل شغال باليوميه، يوميتي 150 ولا 120 جنيه. نشوف الصوره الثانيه يا جماعه. هنزح الميه ديت ولا هاكل عيالي؟ صحيح. فبناشد يا جماعه الخير، يا سياده المهندس رئيس مجلس المدينه، يا صحيح. استاذ سمير، يا باشمهندس محمود، يا سياده اللواء، سياده النائب عندنا بصراحه النائب شاب طموح جدا، ابواب خليل، يعني بقدم له برضه تهنيه ليه بفرحه وربنا يا رب يكرمه. راجل ناشد جدا، يعني ابواب خليل يعني ناشد جدا. احنا بنناشد مين دلوقتي؟ انا بناشد دول كلهم بسرعه اتخاذ الاجراء اللي يقدر المقاول من خلاله، المقاول اللي بينفذ يقدر يسحب الميه دي ويرميها في المكان اللي يساعده ان هو يبدا يشتغل في الحفر عشان نلحق نلم الليله دي. يبقى لها سنين. انا بقول لحضرتك احنا في الموال ده من سنه 90. من سنه 90 للنهارده 26 سنه 29 سنه. طب ما لازم القريه تبقى كلها امراض. حرام. طبعا طبعا حرام. وده بيأثر بيأثر على حتى الاجيال اللي طالعه. لا طب ايه المشاكل الثانيه في القريه غير اللي احنا عاوزين كاسحات وعاوزين نعمل المعهد الديني عشان الناس تبقى عندها ثقافه دينيه اكتر، والحاجه الثالثه اللي احنا عاوزين نعمل اعمال خير معينه للناس اللي تعبانه؟ بالظبط. انا قلت لحضرتك في موضوع الاعمال الخير، الخير ملوش وطن. انا بقول للناس يا جماعه تعالوا احنا اتحركنا كشباب، وبناشد كمان الشباب بتوع مركز الترفيه مش مسجد موسى. احنا عندنا بسم الله ما شاء الله الشباب مقيمين في القاهره ووصلوا اعلى المراكز. ووصلوا لاعلى المراكز يعني سواء من اطفيح، سواء من الاوبابات، سواء من البرومبل، سواء من الخرمان، سواء من القريمات. انا بقول يا اهل الخير تعالوا نتجمع ونفكر ازاي مركز اطفيح ومدينه اطفيح بناء على اللي كان شغال النهارده اللي هو مؤتمر الشباب وتوصيات الشباب، وسياده الرئيس بياخد التوصيات بتاعتهم وبيعمل لها محاكاه مع الوزاره. صحيح. ويدمج الاثنين عشان يطلع بقرار. تعالوا احنا كمان نتحرك كشباب مركز اطفيح. صحيح. ونعلنها كده، وانا يعني مستعد في اي مكان ان احنا نقعد ونفكر نساعد. يعني حضرتك بتعمل مبادره؟ مبادره ان احنا نساعد مركزنا. الحكومه مش هتعمل كل حاجه. صحيح. انا لما ساعد هي هتساعدني. صحيح. انا لما امد ايدي هي هتساعدني. انا لما انظف طريق هي هتساعدني. انا لما انظف طريق وانظم موقف هي هتساعدني. انا عندي موقف سول زحمه جدا بسبب الشوادر اللي فيه اللي على الطريق، وكم من مشاكل حصلت وكم من اعداد عرف حصلت بسبب موقف سول بسبب الخلافات اللي بتحصل بسبب الاشتباكات وضيق الطريق. يا جماعه الخير تعالوا نفكر، احنا بقينا في سنه 2000 داخلين على 2020. صحيح. خلاص احنا النهارده في عصر تاني خالص. عندك يعني ايه اللي انا عايز اقوله؟ يعني لا عندنا مساحه نقدر نتصرف فيها. تعالوا نطلع بره الصندوق ونفكر. لا احنا كشباب، احنا كرجال اعمال المركز. طبعا. احنا كاولاد المركز. لا وفي ناس بتفكر ان الخير ان انا اساعد واحد اهل الخير. انا بقول لهم انا مستعد اوديك لحد عندي بعربيتي في تكييفك لحد ما تشوف الحالات بنفسك. جزاك الله خير. اتفضل يا فندم تعالى شوف. يا جماعه الخير ما هو ربنا سبحانه وتعالى اعطاك الخير عشان تبص ما انا اقول لسه بقول لحضرتك في حد ممكن يقول طب انا هساهم في ميه جوفيه؟ يا جماعه الميه الجوفيه دي بيحصل موجود، الميه الجوفيه دي مغرقه بيوت،
صدر الناس تعب، كليتها تعبت، الاطفال الصغيره دي ما تستحملش الفيروسات والبكتيريا والحاجات اللي طالعه من الميه دي. انت كده بتعز انسان مسلم يعيش في بيئه كويسه، بيئه محترمه، لكن كده هو ضايع، هو فعلا ضايع ماديا، ضايع لان هو مش معاه تكلفه انه يعمل كده. اجتماعيا هو مش عارف يعيش. يعني هو لما يعيش في ميه وعامل صخر. وبناء على ذلك انا عندي هجره كل شباب القريه او المركز كله معظمه بينزل المدينه عشان يدور على رزقه، ويسيب اللي هو عايش فيه ده ويطلع يدور على رزقه. هو كده مش عايش. فيا جماعه لا، وعندنا رجال اعمال كتيره جدا، وعندنا شباب حلوه جدا. انا عندي شباب مستعده تعمل، وانا بقول لهم الفرصه تحت يعني قدامكم. صح. عندي فرصه كمان بناشد الشباب وبقول لهم امين امانه حزب حماه الوطن بأطفيح، وده شيء يشرفني تحت القيادات بتاعتي. يا جماعه الخير، سياده الرئيس النهارده قال على قانون سرعه قانون المجالس المحليه والشيوخ. يا شباب اللي عايز ينطلق تعالى، الامانه موجوده. يعني دي مبادره من حضرتك، واشتغل من تحت حزب قوي وحزب محترم، حزب بي 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 بيشيل فكر جميل جدا وبيحمل اراء جميله جدا، وعنده استعداد الكوادر الكبيره بتاعتنا والقامات بتاعتنا تيجي تدرب الشباب دهيت. وكم من مبادره قالها سياده الفريق جلال الهريدي وسياده اللواء غباشي وسياده اللواء بلال. صحيح. يعني الناس عندها استعداد تيجي وتتحرك وتدرب وتنشر الوعي. بما اننا اتاخرنا شويه كحماه الوطن في اطفيح، فانا بقول يا شباب انا جاهز. الحزب مفتوح من الساعه 3 كل يوم للساعه 10 بالليل، الامانه مفتوحه يا اخوانا، تعالوا وانا تحت امركم. تعالوا وانا تحت امركم، تعالوا عشان نبدا نفكر بشكل ايجابي. مكان الحزب فين؟ يعني عشان الناس تعرفوا دي الامانه. امانه حزب حماه الوطن باطفيح على في 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 في, في منتصف ما بين اطفيح وما بين سول، قدام هم احنا بنسميها كده الطريق بتاع نزله اطفيح من على الطريق الحر الصعيد الحر، في واخد ناصيه مدخل الحلف، قرية الحلف. ولو حد عاوز يعرف أكتر ممكن يتصل على الأرقام بيا، وأنا تحت أمره، وأنا تحت أمره في أي وقت. يعني دي مبادرة حزبية من جمعية الخير بتاعت حضرتك. نعم. للناس كلها. نعم. أنا جاهز، اللي عايز خير أنا تحت أمره. الشباب بتوعي وشباب قريتي، يا شباب يا اللي زي الورد، يا عماد. صحيح. أنتوا عماد البلد. صحيح. أنتوا اللي جايين مش إحنا اللي جايين. تعالوا ونحط إيدينا في إيدين بعض ونبدأ نفكر ونبدأ نستغل التوصيات اللي قالها سياده الرئيس النهارده. انتوا عايزين ايه؟ صحيح. كل كلام سياده الرئيس على الشباب. صحيح. يا بقى يعني خلاص انطلق. صحيح. الفرصه جات لك، ما كانتش معانا في ايامنا، ما كانش عندنا يعني ايه شباب. واحنا بنعزز فكره التكافل الاجتماعي، وهي دي اساس مصر. صحيح. ودي اللي فرقت مصر في جميع الازمات الاقتصاديه عن جميع الدول. صح. ان احنا تكافل. صح. ان احنا ايدينا دايما بتدور على الفقير. صحيح. ده بس هو مع الاسف. نعم. معظم الناس دلوقتي بتقول لك هو الفقير ما بقاش فقير. يعني بس صحح الجمله. نعم. هو الفقير مش اللي هو محتاج منك فلوسه بس. لا، الفقير ده ممكن يكون متعفف وانت مش عارف اللي هو فقير. نعم. ممكن يكون محتاج علاج. نعم. وعلاج غالي قوي عليه. نعم. ممكن يكون محتاج حاجات كتير. نعم. كتير جدا. كتير جدا، وبتجيلي تليفونات لا تتخيليها والله يا استاذ، اقسم بالله بتجيلي تليفونات من ناس انت لو شفتيها هتقولي عليها متعففين. فيا جماعه الخير، لا، اللي في المطبخ زي ما بيقولوا غير اللي بيتفرج من بره. صحيح. اللي بيشوف غير اللي سمع. لا، انا بقول لكم يعني تعالوا وشوفوا على الطبيعه. صحيح. اتفضلوا تعالوا، انا عندي بدال الجمعيه اتنين والاتنين شغالين بفضل الله سبحانه وتعالى. سواء شمس الحريه والمجلس اللي فيه، سواء الاستاذ طارق ابو فوزي، الاستاذ سعيد ابو ممدوح، الاستاذ حمدي ابو كامل، ناس زي الفل. الاستاذ ثابت ابو رشدي بسم الله ما شاء الله احنا شغالين. الجمعيه الثانيه الاستاذ جمال ابو ناصر، الاستاذ محمود ابو ليس، شغالين ليل ونهار، شغالين في الميه، في النظافه، في كل على قد ما نقدر شغالين. ولكن انت بتقابلك حاجات كتير، عندك ناس محتاجه كتير، عندك عرايس يتيمات كتير، عندك عرايس يتيمات ناس ما عندهاش سقف بيت. سقف بيت. انا مش قادر اقول تاني عشان بس الموضوع ما يتطورش لاكتر من كده. لا حول ولا قوه الا بالله.
اتفضل. ان شاء الله يعني ربنا يكبر بخاطرنا جميعا نعم. وانا متفائله جدا ان ان شاء الله هنلاقي رجال اعمال وهنلاقي ناس حابه اللي هي تساعد معانا. ان شاء الله. وانا هكرر تاني يا جماعه، احنا التليفونات بتاعتنا موجوده وتليفونات استاذ خالد موجوده، انا حابه للكل يشارك. التكافل مش اللي انا ادفع مره وخلاص، لا انا ادفع مره والتانيه وغيري وغيري، بنبتدي نبني مجتمع جديد ما فيهوش مرض، ما فيهوش حد محتاج، ما فيهوش حد ما عندوش بيت ولا سقف بيت، في مجتمع في دين الناس عارفه دينها، زي المركز الازهري اللي حضرتك عايز تعمله، زي المعهد الديني. وانا نفسي واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان اكون سبب ان يتعمل مصنع في يوم من الايام في مركز اطفيح، وخصوصا في القريمات. انا عندي زي ما قلت لك اكبر محطتين موجودين في القريمات، ليه ما افكرش ان انا اعمل مصانع مغذيه للمحطات دي؟ صحيح. بمعنى المحطات دي بتاعتك قطع غيار. طب صح. ليه ما افكرش ان انا ابدا اشوف الاحتياجات المحطات دي ايه، وابدا اعمل افكر ازاي ان انا اعمل مصنع يبدا يغذي المحطات دي. صح. وبقى انا شغلت فيه الالاف، مشروع تنموي، مشروع تنموي، وابتسبت جميع الشباب اللي موجوده دي اللي قاعده. صح. اللي قاعده والنهارده بدل ما هو قاعد على النت 24 ساعه وبيكلف ابوه وبيكلف امه ان ازاي يجيب الباقه اللي هيتشتغل و و و لا صحيح. هيشتغل. صح. ازاي افكر له؟ صحيح. ازاي احط رجله على الطريق؟ صح. احنا تعبنا، تعبنا جدا عشان نوصل للمكان اللي احنا فيها. وانا بقول للشباب احنا ما فيش حد كده بيتولد في بقه معلقه دهب زي ما بيقول. صح. لا، لابد من التعب عشان طبعا. تلاقي المقابل. واحنا ديننا دين عمل. صح. ديننا مش دين. واحنا دلوقتي هنشتغل في مصنع، المرحله اللي بعدها يبقى عندنا مشغل كبير. بالزبط. بعد كده عندنا مصنع. بالظبط. فالبلد احنا هنكبر وبلدنا هتكبر. هتكبر. صحيح. هتكبر والشباب طاقه، ولو الطاقه دي استخدمت ان شاء الله رب العالمين هتلاقي حاجه تانية خالص. يا رب. اللهم حاجه تانية خالص. صحيح. وعندنا شباب زي الورد في المركز، والله الله اكبر، بسم الله ما شاء الله عليهم، وثقافه عاليه جدا. طب ليه حضرتك ما تبنتش فكره اللي نعمل تجمع كبير لرجال اعمال في اطفيح او غيرها؟ يعني من خلالك انا قلت أوه. يا جماعه الخير انا موجود، تعالوا نفكر أوه. ونشوف احنا ليه نقدر نعمل ايه. صحيح. النهارده سياده الرئيس لما بياخد فكر الشباب ويديه للحكومه ويقول للحكومه هاتي فكرك وهاتي فكر الشباب ويدمج الاثنين في بعض ويعمل محاكاه للفكرتين ونبدا ناخد الخلاصه بتاعت الفكرتين. وجوه البلد حضرتك بتقول في ناس كتير قوي ممكن تساعد. لا في عندنا ناس في المركز وانا بدعوهم. وانا بدعوهم وبقول لهم يا جماعه حتى لو انا عندي ناس فعلا ما بتحبش الظهور. دي بلدكم، دي بلدكم اللي احنا اتولدنا فيها وتربينا فيها وتعلمنا فيها وكلنا فيها وشربنا فيها. لا في حاجات كتير. صح. هي ليها حق علينا. هو انا جاي النهارده لولا ان انا اتعلمت في بلدي دي وعشت في بلدي كنت اقدر اقعد قدام حضرتك. ما هي هو دي، هي دي النقطه. هي دي نقطة الانطلاق. صحيح. انت بتاخد من نقطة الانطلاق وتنطلق. صحيح. بس. طيب احنا هنناشد تاني، والمبادرة اللي حضرتك عملتها الحزبية. نعم. في جمعية الخير 2 شمس الحرية وبنات المستقبل، والتليفونات موجودة على الشاشة يا جماعة، من فضلكم من فضلكم نحاول نخلي بلدنا أحسن ومجتمعنا أحسن. الناس مش محتاجة ولا سقف بقى ولا محتاجة تتعلم دين، كل ده هيبقى موجود عندها. بس نتكافل نبقى مع بعض ايد واحده. انا بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك. وانا بوجه الشكر لكل شبابنا الناس المحترمه اللي بتساعد. يعني عندي استاذ حسام، دكتور حسام عزوز، لو الساعه 2 3 بالليل وعندي حاله عايزه تخش مستشفى بيلحقني. ان شاء الله. استاذ محمد شبيكه لو دكتور مين بيلحقني. يا جماعه الخير عايزين نحس ببعض. شكرا جزيلا ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. شكرا. كان معانا استاذ خالد عبد الفتاح ابو سريع، رئيس مجلس اداره جمعيه شمس الاعمال الخيريه وبنات المستقبل، وامين امانه حزب حمايه الوطن باطفيح. هقول لكم مره ثانيه في اخر الحلقه، يا ريت كل الناس تتكافل مع بعض وتساهم، ونبقى كلنا ايدينا في ايدين بعض، والله الخير هيعم على الجميع. اشكركم شكرا جزيلا، واشوفكم الحلقه الجايه على خير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.